وقعت الشباكات بين الفصائل الفلسطينية وقوات الاحتلال بعدد من المناطق في قطاع غزة. وأفادت الفصائل الفلسطينية أنها استهدفت بقاذيفة مضادة للأفراد مجموعة من جنود الاحتلال داخل شقة في مربع صناعي غربي مدينة غزة. بالتزامن أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن قوات النخبة في سلاح الجو الإسرائيلي شالداغ خسرت من المقاتلين داخل غزة ما لم تخسره في جميع الحروب السابقة. الله أكبر.